جباغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، إخواني أحبابي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الكتاب الذي ينزله الله تبارك وتعالى لا يتناقض. ما معنى التناقض؟ التناقض صفحة ألف تعطينا معلومة، صفحة باء تعطينا معلومة مخالفة. هذا يسميه العلماء تناقض. متى يقع التناقض؟ يقع التناقض عندما يكون المؤلف غافلا عما كتبه من قبل، عندما يكون جاهلا بالمعلومة أو نسيها في لحظة من لحظات كتابته، فيعطي معلومة خاطئة ومرة يعطي المعلومة الصحيحة، أو أن كلا المعلومتين خاطئة التي يخبر بهما هذا المؤلف المتناقض. الله عز وجل أخبرنا فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. البشر حين يكتبون يقعون بالتناقض، لأن المؤلف ينسى ما قد كتبه من قبل فيعيد كتابته من جديد فيقع بأخطاء ويغير بعض المعلومات التي كان قد أعطاها من قبل. أما الرب العليم العارف بكل شيء فلا يمكن أن يقع منه هذا الخلل. السؤال: هل يوجد في العهد القديم الموجود بين أيدينا اليوم تناقضات؟ نقول نعم، وهي كثيرة جدا. هذه التناقضات ليست كل شيء، لأن هناك نصوص فيها أخطاء ولم يعد كتابتها في موضع آخر، فلم نكتشف المزيد والمزيد من التناقضات، لكن دعونا نعرض لبعض هذه التناقضات. يخبرنا الكتاب المقدس بأن الرب تبارك وتعالى لا يتعب ولا يكل. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكما في القرآن: وما مسنا من لغوب. تقول التوراة: الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا، لا يتعب. وهذا صحيح، فالرب لا يتعب. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لكن الرب جل وعلا كلي القدرة، عظيم، ليس لعظمته حدود، لا يتعبه شيء في السماء ولا في الأرض. هذا الكلام صحيح، لكن نقرأ في موضع آخر تحدثنا التوراة فتقول: فرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح. فاستراح، من الذي يستريح؟ الذي تعب. في نص آخر يقول: فاستراح وتنفس. ايش يعني وتنفس؟ الواحد لما يتعب هذا معنى وتنفس. فالنص يقول عن الرب تبارك وتعالى بأنه في اليوم السابع بعد أن خلق السماوات والأرض استراح وتنفس. من التناقضات أيضا أن سفر العدد يخبرنا بأن الله ليس إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. هذه صفة البشر، البشر هم الذين يكذبون، البشر هم الذين يندمون، أما الله فلا يندم. لماذا لا يندم الرب تبارك وتعالى؟ الندم فرع عن الجهل، الجاهل بعواقب الأمور يتخذ قرارا ثم بعد ذلك يكتشف أن قراره كان خاطئا فيندم. الرب تبارك وتعالى ليس إنسان حتى يندم، الندم صفة إنسانية يتعالى عنها الرب تبارك وتعالى. لكن في مواضع كثيرة في الكتاب نجد أن الرب يندم. كان كلام الرب إلى صموئيل: ندمت على أني جعلت شاول ملكا. الرب هنا ندم. ما الذي صنعه شاول؟ لماذا ندم الرب؟ لأن الرب أمر شاول أن يدمر المدن على من فيها فيقتل نساءها وأطفالها وبهائمها، فلم يمتثل شاول إلى كل ما أمره به الرب، كما يقول الكتاب المقدس: وحاشا لربنا تبارك وتعالى أن يأمر بهذا. لذلك الرب غضب عليه وندم الرب على أنه اختاره ملكا. الندم
يعني أنه اكتشف شيئا لم يكن يتوقعه. الله تبارك وتعالى لا يندم. الكتاب الذي وصف الله تبارك وتعالى بالندم لا يستحق أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى. أحيانا التوراة تعرض الله تبارك وتعالى على أنه محتجب، على أنه لا يرى. حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل. لما موسى طلب لقاء الله تبارك وتعالى وقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. مثل هذا نستطيع أن نقرأه في التوراة، بأن الله قال لموسى لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. إذن الله عز وجل محتجب لا يرى. لكن في نصوص كثيرة أخرى نجد بأن البشر قد رأوا الله عز وجل وما ماتوا. يعني النص اللي مر معنا قبل قليل يقول لا تقدر أن تراني وتعيش، لكن سنرى أن كثيرا من البشر رأوا الله عز وجل ولم يحصل لهم شيء. من بينهم شيوخ بني إسرائيل عندما صعدوا إلى جبل الطور فكلموا الله تبارك وتعالى، يقول النص ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف، ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل، ما صافحهم، لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل، فرأوا الله وأكلوا وشربوا. طيب كيف النص قبل شوي يقول لا تقدر أن ترى وجهي وتعيش ويقول الله محتجب، وهنا يقول رأوا الله وأكلوا وشربوا؟ عياذا بالله مما سأقول الآن، يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا. فالإنسان يخشى عندما يعرض مثل هذا النص أن تنزل صاعقة من السماء على قارئه. هذا النص عياذا بالله يتحدث عن مصارعة حصلت بين يعقوب وبين الذات الإلهية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. استغفر الله العظيم. أخواننا النص يقدم يعقوب بأنه هو المنتصر في هذا الصراع، هو المنتصر في هذا الصراع، والله عز وجل يقول له أطلقني لأنه قد طلع الفجر، فيقول له لا أطلقك إن لم تباركني، ما يمكن أسيبك أبدا أبدا. المهم بالأخير أطلقه بعد أن أعطاه البركة، لأنك جاهدت مع الله والناس، جاهدت مع الله وقدرت وقدرت. المهم يعقوب سمى هذا المكان فينئيل، فينئيل يعني وجه الله. ليش سمى وجه الله؟ لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي، يعني استطعت التغلب عليه، نظرت الله وجها لوجه. طيب كيف قبل قليل النص التوراتي يقول بأن الله لا يرى، وهنا عياذا بالله يقول بأنه صارع يعقوب وأن يعقوب انتصر عليه ولم يطلقه إلا بعد أن انتزع منه البركة. من التناقضات أيضا ما جاء في سفر حزقيال. كلا النصين في سفر حزقيال، كلا النصين ما في بينهم إلا 5 صفحات، يتحدثان عن حقبة تاريخية واحدة من تاريخ بني إسرائيل. النص الأول يقول لم تسلكوا في فرائضي ولم تعملوا حسب أحكامي، يعني أنتم لم تفعلوا بحسب أوامر الله. والنص الثاني يقول نفس الشيء، يقول أنا الرب الذي لم تسلكوا في فرائضه ولم تعملوا بأحكامه. حتى الآن في اتفاق كامل بين النصين. هنا يقول ولا عملتم حسب أحكام الأمم التي حواليكم، أنتم لم تعملوا بأحكام الأمم الوثنية التي حولكم، ولا عملتم. بينما حزقيال 11 بعده ب6 صفحات يقول بل عملتم حسب أحكام الأمم التي حواليكم. ولا عملتم بل عملتم، لا عملتم بل عملتم، نصان متناقضان في سفر واحد. يا أخواننا احنا هون ما عم نقارن بين كتاب وكتاب آخر، لا، في نفس الكتاب في نفس السفر يتناقض الكتاب المقدس. من التناقضات يا أحبابنا الكرام، بماذا وعد الله داود عليه السلام
في بيته وكرسيه. النص الأول في الملوك الأول في الإصحاح 2: ويكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد. إلى الأبد موعود بالسلام الأبدي في نسله وبيته وكرسيه. يا سلام. ننتقل إلى صموئيل الثاني 12. الله يقول له: والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد. هنا إلى الأبد وهنا إلى الأبد. هنا بيته موعود فيه بالسلام إلى الأبد، هنا بيته ما موعود فيه بالسيف إلى الأبد. هل السلام والسيف بمعنى واحد؟ بالطبيعة. هل وعد الله داود في بيته بسلام أبدي أم بسيف أبدي؟ تناقض من تناقضات العهد القديم. هل يورث الذنب من الآباء إلى الأبناء؟ طبعا هذا ظلم، ظلم. يستحيل على الله عز وجل أن يؤاخذني بذنب أبي أو بذنب جدي أو بذنب أبينا آدم وحواء. هذا ظلم يتعالى الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الظلم أخبرتنا التوراة بأن الله لا يفعله. في سفر حزقيال يخبرنا: الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. هذا كلام عدل. لكن أسفار موسى الخمسة في سفر الخروج يخبرنا بأن الله يفتقد إثم الآباء في الأبناء، يعاقب الأبناء بذنب آبائهم، مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. الأب يذنب والأبناء يعاقبون إلى الجيل الثالث والرابع. هذا ظلم يتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك ما قاله حزقيال صحيح، لكن ما قاله سفر الخروج كان خطأ وتناقضا مقدسا. إنه بعض تناقضات الكتاب التي تشهد بأن هذا الكتاب ليس من عند الله، لأن الرب لا يعلم الشيء ونقيضه في وقت واحد، إما أن يكون قد علم هذا أو علم هذا، ولا يمكن للنقيضين أن يجتمعان أبدا. شكر الله لكم حسن الاستماع. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.